وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من صيدا مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات السيد حسان قطب. أهلا ومرحبا بك. بداية، رغم اتفاق الملك سلمان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضرورة التصدي لإيران، لا تزال ميليشيا الحوثي تطلق صواريخها على كل ما هو سعودي، آخرها استهداف ناقلة النفط للأخيرة. إلى أي مدى ترى أن ما يفعله الحوثي استفزاز إيراني للسعودية؟ إيران تحاول أن تثبت أنها لا زالت قادرة على العبث في الساحة الخليج، وهي قادرة على إذية المملكة العربية السعودية وعلى عرقلة الملاحة في البحر الأحمر، كما أن بإمكانها عرقلة الملاحة في الخليج العربي. السياسة الحوثية الآن هي عبارة عن توجيه إيراني مباشر، والهدف هو استخدام كافة أنواع الأسلحة لتأكيد الحضور وللتفاوض إطلاق عملية تفاوض جديدة تحفظ للحوثي بعض الوجود على الساحة السياسية في المستقبل القريب، وهذا ما يحاول الحوثي التلميح إليه عبر التصعيد سياسة إطلاق الصواريخ وقصف المملكة العربية السعودية وخطوط الملاحة البحرية. هل تعتقدون أننا على أبواب مواجهة عسكرية بين السعودية وإيران نتيجة هذه التحرشات؟ من الصعب التكهن بحدوث مواجهة عسكرية لأنها مستحيلة، شبه مستحيلة. التصعيد مستمر للضغط السياسي ولتحقيق بعض المكاسب أو لتحصين بعض المواقف السياسية في المنطقة ومضايقة الأنظمة الموجودة. من الصعب جدا حدوث مواجهة عسكرية لا تستطيع أن تتحملها إيران أو أن تخوضها المملكة العربية السعودية. ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود منذ أسبوع وهو في الولايات المتحدة الأمريكية، وهنالك اتفاقات وصفقات للسلاح تجرى بين الطرفين، كيف تعلقون على هذا الأمر؟ وهل ستكون مقدمة لدعم أمريكي للسعودية فيما لو وقعت مواجهة محتملة بين الطرفين؟ من الواضح أن المملكة العربية السعودية الآن تنتهج سياسة مختلفة عن السابق، فهي تستعد وتتحول من مملكة تستعين بدول أخرى لحماية وجودها وحماية أمنها إلى دولة قادرة على حماية أمنها وعلى أن تنخرط في سياسات إقليمية وأن تخوض صراعات مسلحة خارج حدودها كما يجري في اليمن. المملكة العربية السعودية الآن عبر تطوير منظومتها المسلحة، عبر تطوير صناعتها العسكرية، تقدم نموذجا جديدا مختلفا عن السابق، مما يؤهلها لحماية نفسها ولعب دور أكبر على الساحة الإقليمية سواء في الخليج أو حتى في أماكن أبعد من محيطها الجغرافي. أنت قلت من الصعب حدوث مواجهة بين الطرفين، لكن البعض يرى أن انسحاب أمريكا المرتقب من الاتفاق النووي الإيراني يمهد لهذه المواجهة، كيف تعلق؟ حروب من هذا النوع، حروب إقليمية، لابد لها من رعاية دولية. وقد اعتدنا طوال العقود الماضية أن الصراعات دائما يكون لها رعاة دوليين يؤمنون لها التمويل والتسليح والتفخير. لذلك من الصعب جدا التكهن بأن هناك حربا فعلية سوف تقع في المنطقة، نظرا لحاجة العالم بأسره إلى النفط والغاز وإلى الاستثمارات الكبيرة في مختلف أنواع الصناعات في المنطقة. فالاستقرار أصبح مطلبا أكثر من إشعال الصراعات، ولذلك نرى الآن هناك عمل جدي لإنهاء مختلف أنواع الصراعات الموجودة سواء في سوريا أو في العراق أو حتى في اليمن. فالصراع مستحيل أو بالأحرى مرفوض حاليا، وما يجري الآن في إيران وفي داخل إيران يؤكد أن هناك تحولا سيجري داخل إيران وليس عبر حدودها، وإنما من داخل إيران نفسها عبر الانتفاضات التي نراها سواء في الأحواز أو في غيرها من المدن الإيرانية. معهد واشنطن للدراسات في تقرير له قال إن انسحاب ترامب من الاتفاق النووي مع إيران يعد نصرا لطهران، كيف ذلك؟ في الحقيقة الانسحاب الأمريكي لا زال كلاما أكثر منه فعلا، وفي حال تم هذا الانسحاب هذا يعني أن الصراع في المنطقة سوف يطول أكثر فأكثر، لأن تركيا أصبحت منغمسة أكثر في الساحة السورية، وروسيا أصبحت أيضا مسؤولة عن مساحات واسعة من الأراضي السورية، وأصبحت مسؤولة عن النظام السوري نفسه، إذ هي تفاوض مباشرة الآن مع قوى المعارضة سواء في الغوطة أو في القلمون أو في مناطق ريف حماة وحلب. فالانخراط الروسي والتركي أصبح عبئا على إيران نفسها التي كانت تمول مختلف قطاعات الحرب في سوريا وبما فيها النظام السوري.
فالانسحاب الامريكي يعني ان هناك صراع طويل الامد سوف يكون في سوريا، وهذا ما المح عليه ترامب نفسه حين قال ان الدول التي في المنطقه سوف تهتم بحل الازمه السوريه، وهذا يعني ان الصراع سوف يطول اكثر. وداعش ايضا بدات تطل من جديد سواء في دير الزور او في البوكمال وفي مناطق متعدده، حيث اصبحت تقوم بعمليات استنزاف واسعه للميليشيات الشيعيه المشاركه الى جانب النظام السوري. من لبنان تحديدا صيدا، مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات السيد حسان قطب، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.